لهذه المباراة. عموما مباراة غريبة، مباراة غريبة في كل ظروفها. الهدف الأول من هذه الأخطاء المتكررة من المدافعين، من حارس المرمى. حارس المرمى في الهدف الثاني بتشوفه هو راح للكرة بعد، يعني فكر يقطع الكرة في اللحظة اللي وصلت فيها الكرة في النص تقريبا. في الهدف الثالث تم واقف مكانه مع أن الكرة في منطقة 6 ياردات. وفي هذه بعد نفس الشيء، كان في سوء تفاهم بينه وبين اللاعبين المدافعين. بدر ياقوت، هلال سعيد، دخل عبد الله كان ممكن يسيطر على الكرة بشكل أفضل، يدخل محمد أحمد بين